هذا الحديث قد يسأل سائل في أي الكتب ورد؟ وهذه معلومة أضيفها للسائل، هذا الحديث لم يرد في كتبنا الحديثية المعروفة، بالنسبة لي على الأقل ما مر علي هذا الحديث في كتبنا الحديثية المعروفة. وحين أقول كتبنا الحديثية المعروفة إنني أتحدث عن الكافي مثلا، أتحدث عن أشباه كتاب الكافي، كتب الأربعة، أتحدث عن كتب الشيخ الصدوق، أتحدث عن بحار الأنوار، الكتب الحديثية والجوامع الحديثية الموجودة عندنا التي نعرفها. فهذا الحديث لم يرد في كتبنا الحديثية المعروفة. هذا الحديث شاع ذكره في أوساط المدرسة الشيخية وفي أوساط المدرسة العرفانية. في أوساط المدرسة الشيخية، لذلك هذا الحديث ستجدونه في كتب الشيخ الإحسائي، والشيخ الإحسائي تحدث عنه أكثر من مرة في كتبه وفي رسائله وشرح هذا الحديث، وفي كتب العرفاء أيضا في كتب المدرسة العرفانية يذكرون هذا الحديث وأيضا شرحوه. وعلى سبيل المثال، مثلا من أقطاب المدرسة العرفانية المولى هادي السبزواري، فقد شرح هذا الحديث في أكثر من موطن، في أكثر من مكان في كتبه ورسائله ومواطن أخرى. فهذا الحديث نجده في كتب العرفاء، نجده في كتب المدرسة الشيخية، وواضح الذوق الموجود في الحديث، ذوق الإشارة، ذوق الرمز، ذوق المصطلحات المغلقة المشحونة بالمعاني، هذا اللون من التعابير وهذا اللون من الكلام ينسجم مع ذوق المدرسة العرفانية ومع ذوق الشيخ الإحسائي رحمة الله عليه. ربما ذكر في بعض كتب التراجم الآن يحضرني، في الحقيقة لم أكن مستعدا للإجابة على هذا السؤال، وإنما على ما يخطر في بالي، على ما يخطر في ذهني. أتذكر أن هذا الحديث جاء مرويا في أحد كتب التراجم، في كتاب روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات لمحمد باقر الخوانساري، فأورد هذا الحديث، وفي كتب أخرى أيضاً.